بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم إن شاء الله يا شباب راح نتكلم عن طريقة قتال البويد إنجل الخاصة بالإيفنت. طبعا راح نقول لها ستيل بات وأوريكم بلدات إن شاء الله بدون ريفن مود بدون تعب، يعني معدات سهلة وبسيطة تقدر تحصل عليها وبرضه تقدر تقتلها سولو. فالمعدات بتكون سهلة بإذن الله عز وجل. راح نبدأ فيها بالشخصية. طبعا الشخصية اللي راح أستخدمها أكيد شخصية كونغ، تمام. البلد اللي راح أستخدمه هذا هو البلد يا شباب، طبعا يكلفك 3 من الفورما. الاركينات اللي انا مركبها اركين جريس، ومركب عندي الاركين الخاصه بالسكندري. لاحظوا يا شباب هذه الاركين اذا دمجت اي طلقه هيت شوت راح يعطيك دمج زياده 300 دمج في السكندري اللي هو السلاح الثاني لمده 18 ثانيه. فهذه الاركين مره قويه ومفيده. بعض اللاعبين ما يحبوا يستخدموها، لكن اذا كانت انت تبغى تغيرها انا انصحك بالاركين فيوري عشان يستفيد منها النسخه اللي تقاتل معك، لانه احيانا تنزل نسخه تدافع عنك داخل الجيم وانت تقاتل. فاركين فيوري بتكون ممتازه جدا اذا كانت تبغى تركبها وكان سلاحك ممتاز اللي هي هذه الاركين. لكن انا عن نفسي راح استخدم الخاصه بالبيستول عشان استخدمها ان شاء الله بقتال الانجل، وهذه اختيارات انت على حسب احتياجاتك داخل الجيم. الشيء الثاني من الاشياء اللي انا مسويها في البيلد اللي هو اني مركب ابيليتي نورش. ابيليتي نورش يعطيني وظيفتين داخل الجيم. الوظيفة الأولى إنه راح يعطيني دمج الفايرل في السلاح، وبرضه راح يعطي النسخة اللي جنبي تقاتل راح يعطيها دمج الفايرل في الجيم، فبيكون عندي دمجين داخل الجيم، تمام؟ غير الإنرجي اللي بتكون مستمرة عندي بخصوص خصوصا إذا استخدمت هذا المود راح يعطيني إنرجي باستمرار داخل الجيم، فبيكون عندي إنرجي طول الجيم وأنا مرتاح، فهذا هو البيلد الخاص بالشخصية. نشوف اللي بعده. اللي بعده عندنا السلاح المهم في الجيم اللي هو اللايتون. طبعا أنا راح أوريكم هذا البيلد، هذا البيلد تقدر تستخدمه بدون ريفن مود. والبلد مره مضمون وعلى مسؤوليتي وراح اطبقه ان شاء الله معاكم باذن الله عز وجل. فهذا هو البلد الخاص بسلاح اللايتون بدون ريفن مود. انا عندي له ريفن، تمام، لكني ما راح استخدم الريفن الخاص فيه، لكن عموما هذا هو البلد اللي راح نطبق عليه الان. السلاح الثاني اللي راح استخدمه اللي هو سلاح البو. سلاح البو عشان النسخه اللي جنبي هي اللي تقاتل وتدافع عني داخل الجيم، فهذا هو الريفن اللي عندي. اذا ما عندك ريفن مود ركب مكانه مود الكهرباء، بيكون الوضع مره ممتاز معاك. ليش؟ لانه عندي هنا دمج الغاز ودمج الكتريك مع هذا الاركين راح يعطيني دمج كروسيف، وبرضه انا راح اعطي نسخه دمج الفايرل بالنورش، فبيكون عنده 3 انواع من الدمج اللي هي الكتريك وغاز واللي هو الفايرل داخل الجيم، فبيكون عنده 3 انواع من انواع العناصر راح يقاتل فيها النسخه اللي جنبي وراح يقتل الانمي وانا مرتاح. فهذه المعدات الشباب الموجوده في الشخصيه. نجي الان للولد. المعدات اللي راح يستخدمها الولد اللي هي اكيد المدرسه المادوراي. المادوراي يا شباب مهمه جدا في قتال الفويد انجل، اهم مدرسه تستخدمها في هذا القتال اللي هي المدرسه، تمام، خاصه بالمادوراي. بالنسبه للمعدات الخاصه بالولد، المعدات سهله جدا وتقدر تحصل عليها من فورتونا وبرضه من زاريمان. نتكلم عنها بسرعه. اول شيء عندنا الاركين اليفيت. هذه الاركين وظيفتها انه اذا كان انا دمجت اطلع وارجع راح اهيل نفسي تلقائيا 300 نقطه، فهذه تعتبر اركين تهييل بالنسبه لي انا، تمام. تقدر تستبدلها باي شيء تبغاه داخل الجيم. الشيء الثاني عندنا اركين ميلت. اركين ميلت هذه تحصل عليها من ليتل داك الموجوده في بورتونا. وظيفتها انها تساعدك في ازاله الشيلد الثاني. ركز، ازاله الشيلد الثاني. اما الشيلد الاول راح نزيله ب الاركينتين الموجوده بالاسفل. هذه وظيفتها انها تعطيك دمج عالي، تمام، بنسبه 60%. الشيء الثاني هنا اذا خلصت الانرجي راح يعطيك زياده كريتيكال شانس بنسبه 180%. فاذا كان شغلت الابيلتي الاول الخاص بالمادوراي راح تلتغي عندك كل الانرجي تلقائيا، بيكون عندك دمج وكريتيكال شانس في الاركينتين هذه، وقتها تقدر تشيل الشيلد الاول بكل اريحيه. اما الاركين الثاني هذه راح تساعدني كثير في الدمج الخاص بالشيلد الثاني. هذه هي المعدات. خلونا نبدا ونشوف كيف نقدر نتقلب عليها بكل سهوله. يلا يا شباب بسم الله. طبعا راح ندخل على ستيل باث، تمام، وراح ندخل على وضعيه السولو. معلومه مره مهمه يا شباب عندنا اللي هي بعض الاطقم الخاصه بالريل جاك. هذه المعلومه لازم اتكلم عنها، معليش، لانها راح تساعدك كثير اذا كان حسابك ضعيف او انك ما تقدر تقاتل فيه. فراح اعلمك برضو معلومه تساعدك اثناء القتال اللي هي الجير. الجير عندنا يا شباب اللي هو الطاقم الخاص بريال جاك. عندنا هنا الاسبكتور هذا يا شباب انا مركب عليه اللي هو سلاح النكر، والطاقم نفسه اللي اشتريته من انتكر عنده خاصيه دمج الكريتيكال شانس في سلاح البيستون. ركز قبل تشتري الطاقم هذا وتركب عندك في الجير، تاكد من الخصائص الموجوده فيه. ففي خاصيه الكريتيكال شانس بنسبة 150% في سلاح البيستول. وطبعا السلاح اللي انا معطيه يا شباب اللي هو سلاح النكر، راح اوريكم البيلد الان.
هذا هو شباب سلاح النكر. طبعا السلاح هذا هو البلد الخاص فيه. لاحظوا يا شباب الدمج اللي فيه، في فايرال، في ريديشن، في مغناطيس، وعندي هنا الاركين اللي هي فلير. فالدمج عموما بيكون قوي جدا على هذا السبكتر. فاذا كان ما عندك ركب مكانه مود الدمج اذا ما عندك ريفن مود، تمام. وعموما هذا هو البلد اللي راح نستخدمه اذا احتاجنا السبكتر. على فكره يا شباب السبكتر يقدر يقتل لك بدون ما تقاتل، يقدر يقتل لك الفويد انجل بدون ما تقاتل. لكن هذه المعلومه حبيت اني اوضحها عشان اذا كان استخدمنا السبكتر تعرف المعدات اللي انا مركبها عليه. فخلينا نرجع الان اللايتوم ونبدا على بركه الله ونشوف. طيب يا شباب رسبنا، نشغل النورش عشان نشحن الانرجي. نسكب هذا بس، بعد ما شحنا الانرجي ننزل النسخه ونتحرك. طبعا في مجموعه من الانمي على شكل مرافقين، هذولا راح يساعدونك في شحن السلاح اذا كان تبغى تشحن قبل توصل. زي هذا الانمي، هذا الانمي راح يساعدك كثير. قتلت النسخه، خلينا نشيل النسخه. اوكي ماشي. عموما هذول الانمي يساعدونك في الشحن اذا كان تبغى تشحن السلاح قبل توصل عندها. زي هذا شايفينه، هذا يساعدك كثير في الشحن. كمان اثبت اثبت، يا سلام. واحد ثاني، يا سلام. خلينا نشحن السلاح شباب، باقي واحد. تمام، فانا بحاول اشحن السلاح لكن اذا وصلت عند الانجل راح اكمل الشحن عليه. تمام، فخلنا نوصل الحين ونشوف ايش اللي بيصير. ماشي يا اخوان، وصلنا عندها. الحين ايش اسوي؟ انزل النسخه، اعطيها دمج الفايرال عشان تقدر تقاتل عني، بعد كذا اشغل الانجل. سكب هذا. طيب نشحن السلاح بسرعه يا شباب. شحناه، حول الكورنر، شغل الفايرال. شوف الدمج الان، شايفين الدمج؟ ايزي. تمام، الحين نشغل الابيت الاول يا شباب حق المدراي، ونحاول نقيم على الهيد شوت بسرعه. شوف شغلنا الابيت الاول، اثبتي، شوف الدمج. اوكي طيب الحين اذا شغلت الكور هذه، هذه لازم تسوي عليها داش، تقتلها، فجرها. تمام، شلناها الحين. الحين عندي الابيت الاول التغى، فايش اسوي؟ اشغل الاركين الثاني زي ما تشوفوا كذا، بعدين اشغل ابيت اثنين، بعد كذا شوف الدمج. ايزي، هذا الشيلدر الاول يا شباب شلناه بكل اريحيه. نفس الكلام الحين شغل النورش ونبدا نطلق عليه مره ثانيه، شوف الدمج برضه ايزي. نفس الكلام نخش، طبعا زي ما تشوف عندك كول داون، نشغل الاركين الثانيه، شغل ابيتي الثاني، شوف الدمج. ماشي، سويت الحمايه نفس الكلام، سوي عليها داش، حاول تشيلها. هذه الاولى وهذه الثانيه، عندنا بويت سترايك تفعلت، يا سلام ايزي. بعد كذا نفس الكلام تقوم تطلق عليها وتقتلها بكل رياحيه. وهذا يا شباب طريقه قتال الفويد انجل زي ما تشوفوا، مره سهل الجيم والبلد بدون ريفن مود. طبعا في عندك الاسبكتور هذا ببلد السلاح، هذا برضه الاسبكتور راح يقتلها. تمام، راح ادخل مره ثانيه واخليه هو اللي يقتلها لك. طيب يا شباب وصلنا، الان ايش اسوي؟ انزل النسخه، انزل الاسبكتور، اعطيه دمج النورش. تمام، فخلنا نشوف الحين. لاحظوا الان الدمج كيف بيكون عليها. نسكب هذا شويتين بس عشان اسكت. شوف الان بيكون دمج الاسبكتر عليها، اعطيه الدمج. شوف الدمج، شايفين؟ بدون ما قاتل. فبرضه هذا الاسبكتر راح يساعدك كثير اذا كان عندك فيه ميزه كريتيكال شانس، تقدر تدخل عليها وتقاتل بنفس المدارس زي ما قلنا قبل كذا. فهذه عندك طريقتين، اما انك يكون عندك سبكتر او يكون عندك اركينات وسلاح داخل الجيم. تمام، فعلت الميزه الاولى عندها. تمام، هذا الاول وهذا الثاني. شغل الاركين، نشيل الشيل. من راحت من راحت. تمام، خلصنا الشيل الاول يا اخوان. نفس الكلام، نعطيها دمج النورش. شوف الان كيف الدمج، هي اللي تقاتل بدون ما اتعب نفسي، بدون ما اسوي اي شيء. يا سلام، نخش على الشيل الثاني شباب. شغل الاركين الثانيه زي ما تشوفوا، شغل ابيت اثنين مرتين عليها ونعطيها. ماشي، شغلت الكوره هذه، هذه الاولى وهذه الثانيه.
وايت سترايك تفعلت ايزي نفس الكلام تعطيه دمج النوريش عشان يكون عندي دمج فايرل زيادة. شوف الدمج كذا قتلنا الفايد انجل بدون اي تعب. هذه معدات شباب مرة مضمونة وزي ما تشوفوا كذا تقدر تفرم تقدر تدخل مع الناس وتقدر الفايد انجل بكل اريحية وتفرم الايفنت وتجمع الاركينات مع اللاعبين تمام. فعموما الشباب هذا بلدنا وهذه هي المعدات اللي حبيت اني اوضحها لكم بطريقه مختصره وطريقه قتال مريحه. فتقدر تقاتل بنفسك بسلاح اللايتون تقدر تستخدم الاسبكتر. وعموما هذا هو كل شيء في فيديونا اليوم. اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله انكم تقدروا تفرموا الاركينات. السلام عليكم. We'll be right back.